لكم علي فيكم فيديو جديد. طبعا هذه السلسله اللي اكثر الناس يحبونها هي التسريبات عن الايفون. راح نتكلم بهذه السلسله عن تسريبات عن الايفون 2019 وتسريبات عن الايفون 2020. طبعا كبدايه راح احاول اني اتكلم بطيء لان في واحد في فيديو مؤتمر ابل في مارتش 25 اللي طاف فيديو كامل لان سويت له بعدين تقسيمات لاول فيديو سويته كتبت تحت التعليقات اتكلم شوي شوي ما بثبتي معك فان شاء الله اتكلم معكم بطيء او يعني ترويقة خفيفة فيمكن الفيديو يكون طويل اذا كنت مشغول خلص شغلك وارجع وروق معنا فخلنا نبدا الحين نتكلم بداية عن الايفون الجديد نبدا في 2019 اللي هو بيكون في سبتمبر الجاي اللي هو بيكون بعد عيد الحج بشهر مؤتمر ابل الاعلان عن الايفون الجديد طبعا راح اتكلم بداية عن البطارية التسريبات القوية اللي طلعنا ابل راح تكبر البطارية حقتها ليش علشان بيكون الايفون يدعم الوايرلس تشارجنج العكسي الايفون حقك تقدر تحطه تحط جوال ثاني عليه يشحن لكن المشكله بشنو كبدايه سامسونج سوتها هواوي سوتها اشتري الشركات الحين خلاص بدون يسوونها دي تعتبر الحين شيء ستاندر مو مميز قويه خلاص الشيء متطلب علشان تشحن سماعه حقتك فسماعه تحطها في على الايفون تشحن اوكي يعني النسبه الكبيره اللي بيرفعونها ابل علشان دي مميز انه خلاص يعني لو تشحن سماعتك مثلا 5% من بطاريه الجوال فشيء كويس اوريدي ابل رفعت النسبه تقريبا اذا سوت الحركه ابل لازم تخليها مثلا تشحن ساعه برضو لكن هل راح تشحن الساعه لان ابل هذا المشكله اللي طايحه فيها الحين ان الساعه حقتها ما تدعم التشي تشارجنج لو موجود في جميع الاجهزه مثل ابل جوال حق الايفون لو نحط على القاعده هي قاعده مثلا هي قاعده هنا تقريبا بتسمعون الصوت الحين الشحن لما نسمع سمعت الصوت بس تحطه يشحن لكن المشكله اني لو احط الساعه على الشاحن نفسه ما تشحن الساعه لازم احطها على الشاحن حقها اللي هو الدوك اللي مسويته ابل الدائره لازم احطها عليه برضه هو اللي يدعم الوايرلس تشارجر نفسه بس ابل تقول لك حتى في الموقع حقها ما تقول لك انه يدعم ذا الشيء فالمشكله في شنو ابل مسوي حركه في الساعه انه ما تدعم الكويل حقها اللي موجوده والحركه انه كيف تركب على الشاحن الوايرلس ما تدعم هذه الحركه تدعمها بس السلك حقها انه يركب يلصق ويدعم مع انه وايرلس تشارجنج بس انه ما ادري ليش فهذا اتوقع هذه المشكله برضو اللي خلت ابل تكنسل الاير باور لان الاير باور راح تدعم الوايرلس تشارجر حق السماعه والحق الايفون اوكي دي الاثنين هم نفس الميزه يعني هذه السماعه حقتي اقدر احطها على الشاحن الوايرلس اللي يدعم الايفون وتشحن لكن الساعه ما اقدر احطها فبتكون عند ابل فيها مشكله شوي الحين ما ادري كيف بتسويها هل بتخليها بس تدعم السماعه ما استفدنا من شيء فلازم تخليها تدعم الساعه برضو وانا ما اشوفها ان ذيك ميزه قويه يعني بالنسبه لي ما اتوقع اني استخدم ذيك يعني يمكن في الزنقات في الاشياء ما ادري هل اللي عارف الكلمه ذي في الوقت اللي بكون محتاج يمكن استخدمها لان صعب انك تخليها كذا عشان تشحن ما ادري بس مثل ما قلت لكم وقت اللي تحتاج ذا الشيء اوكي هي شيء حلو انه اوكي ابل مدعمين الوايرلس الشحن العكسي ولا مدعمين اهم شيء كبر البطاريه فاذا كبر البطاريه حلو تكبير البطاريه بنتكلم الحين بدايه عن الايفون 10 اس ماكس الايفون 10 اس ماكس راح تكبر البطاريه حقته من 10 الى 15% والايفون 10 اس راح تكبر البطاريه حقته من 20 الى 25% فشيء ملحوظ في الايفون 10 اس ماني انا استخدمه لكن الايفون 10 ار بما ان بطاريته هي اكبر بطاريه لا موجوده راح تكبر من 0 الى 5 بما ان الحين في سلسله والتنس ماكس والتن ار والتن ار افضل برضو بطاريته مش كبيره يعني مو بكبرهم كلهم لكن افضلهم في استخدام الباتري في اليوم يعني يستخدمها اطول لان مثل ما تعرفون ال سي دي والريزولوشن اقل مع ان الريزولوشن ما تلاحظه بالعين العاديه يعني لازم شخص يدقق على هذا لكن ممتاز يعني التن ار هذه نسبه الباتري راح تكبر في الايفون القادم في سبتمبر ننتقل الحين عن الشكل البشع الشكل اللي اتمنى ابل ما تسويه ابل بليز لا تسوينه طبعا لو بتكلم عن الشكل الكل عرف ان الشكل الثلاث كاميرات وكيف الصنديح اللي طالع على الايفون في الجنب ذي في شكل ثاني تمنيت ابل تسويه طبعا الشكل نفسه اوكي ثلاث كاميرات على شكل ثلاثي سبيكر فوق والمايك تحت شكل حلو وما في قفزة اوكي سوي كذا ممتاز لكن اتمنى انه ما تجيب العيد او مثل ما نعرف انه تدق اشاره يمين مثل يسار تسريبات قويه عليه والشكل اتوقع صنعه الحين يعني حتى الفريم الداخلي حقه مثل ما تشوفون في الصوره طالع وجاهز لكن الى الان احنا في ابريل فابل في ابريل الى الان عندها كذا شكل لو بنتذكر الايفونات القديمه قبل سنتين طلعت الاشكال هذا قبل سنتين وقال الايفون 10 راح يكون كذا وشو التشن حقه كبير فوق وتحت البازلز كيف البصمه بتكون بالخلف طلعت التسريبات دي كلها وطلع برضو فيديو له في مارتش وابريل ابل عندها الشكل وتجرب ولا شيء كلها وطلعت تسريبات له طبعا الشكل الحمد لله انا ما طلعت ابل لكن يوم جينا في مي الى اوغست لا ابل طلعت تسريبات حقها الاشكال الثانيه اللي الحمد لله انا طلعت نفس الشكل احسن من الاشكال الثانيه فالى الان متفائل بخير ان الاشكال ما راح يكون نفس الشكل ان شاء الله ما راح يكون نفس الشكل صنديع هذا اللي في الجنب اتمنى ان ابل تشيلها يعني 10 ار كاميرا واحده شوي مرتفع 10 اس
كاميرتين وصاير زي خط مرتفع. الجديد اللي بينزل صار 3 كاميرات، خلوهم فوق بعض وخلوهم مرتفعين بالطول، حركه حلوه يعني. اتمنى تسوي الحركه، اما انه 3 مربع كبرى كذا مرتفع ما احنا فيه، لكن هو شكل اوكي. ومن الخلف اذا كان بيطلع للشكل ما راح نقدر نسوي شيء، راح نستخدمه وامرنا لله. الان احنا متفائلين انه بروتوتايب، النسخه التجريبيه الان ما اتوقع بالدققت او انها اختارت، لانه باقي عندها قرابه الان 4 شهور تقرر قبل ما ينزل ايفون جديد، فان شاء الله ما تقرر الشكل. خلصنا من الحين 2019 الايفون اللي بينزل بعد 4 شهور او 5 شهور، ننتقل الحين 2020. ليش؟ لان ابل الان عندها تسريبات قويه حق 2020، جوالات الايفون اللي بتنزل في 2020 مو مستغربين من الشيء. ليش؟ لان قبل سنتين برضو الايفون 8 نزل في سبتمبر، ال8 وال8 بلس وال10 قبل ما ينزل في اوغست قبلها بشهر طلعت تسريبات عن جوالات 3 بتنزل، الار والتنس والتنس ماكس اللي عندنا طلعت قبل ما ينزل الايفون مال السنه نفسه، فالتسريبات واضحة واتوقع انها بتكون نفس الشيء. من الايفون 2019 اللي بينزل في سبتمبر بيكون ايفون 11 ماكس، يمكن 11 ار اس، او ما ادري اللي راح يكون اسمه، لكن المهم ان هالاسماء اللي متوقعين هنا ايفون 11 و 11 ماكس، لكن الار ما ادري شو راح يكون اسمه. السنة الجاية بيكون 11 اس، 11 اس ماكس يمكن، و 11 ار 2 ما ادري شو اسمه، بس احنا بنتكلم الحين عن الاحجام، الاحجام راح تختلف. بما ان 2020 راح يكون الايفونات كلهم الثلاثه بيكون اوليد، الان الايفونات اللي موجوده الحين ما بوليد، الايفون 10 اس وال 10 اس ماكس اوليد، الايفون ار مش اوليد اللي هي ال سي دي للان، هذا اللي خلى الايفون ار يكون سعره رخيص. لكن ابل اتوقع انه بالسنه الجايه في 2020 بما ان الشركات كثيره قامت تستخدم الاوليد فالاوليد راح يقل سعرها، كذا ابل بيكون عندها الخيار انها تنزل اوليد بسعر اقل. ليش بتسوي اوليد؟ في الثلاث جولات اوليد خلاص بيكون على الدارك مود واستقلال للباتري افضل والاشياء ذي كلها، فبيكون افضل. وبرضه ال 10 ار لو نشوف البازل في الجنب ال 10 ار شيء مهول يعني تلاحظه من بعيد، لكن اذا كنت جاي من الايت او السفن ذي اللي بالزر الى الار اوكي ما تلاحظه، لكن اذا كنت تستخدم الاس مسكت الار تلاحظ الحواف اللي في الجنب. راح اوريكم الحين مثل ما اشوف. طبعا الحلو فيه النابل بعد مبينته لك، شوف الخط السواد اللي في الجنب سميك اسمك بكثير من الايفون 10. لو بنشوف ال 10 من هنا او ال 10 اس مثل ما اشوف الجنب هنا اسمك كثير. السبب ان هذا اكثر شيء وصلت لابل في التكنولوجيا، افضل من الشركات الثانيه انه في ال سي دي وسوته كذا الحواف بسيطه، يعتبر شيء ممتاز. لكن اذا السنه الجايه سوت الار برضو اوليد فعندها الخيار الحين انها تسقر البازلز، اذا سقرت البازل عندها خيار ثاني انها تغير حجم الجهاز، فتسريبات جديده برضو نقول لك 2020 اجهزه ابل كلها راح تغير حجمها. نبدا اول ايفون اللي هو بالاس اللي هو عندي الحين انا ماسكه، هو حجمه 5.8 اللي هو 10 وال 10 اس 5.8. ابل تقول لك راح تسقر حجمه بيصير 5.4.1 انش راح يصغر، ما ادري وين بيروح ذا الشيء، يعني بتسوي حركه انه 0.1 بيصغر، ما اتوقع انه بيتلاحظ، لكن اللي بيدقق عليه بيلاحظ. اما الار الحين ال سي دي والحواف فيه كبير، اذا قلب اوليد خلاص عندها خيار انها تكبره، فبتسوي حركه ثانيه. بما ان الحين 6.1 حجمه راح يكون 6 تصقر حجمه، 0.1 صقر يعني 0.1 من الاول 0.1 من الثاني. وننتقل حق الماكس اكبر واحد عندهم وافضل جهاز، حجمه الان 6.5 راح يكبر انشين، راح يكون 6.7 في 2020. فابل شالت من 11 اس والار اس 2020 2 انش وحطتهم في 11 اس ماكس. هذا الحجم، هذا الاشياء اللي بتتغير فيها مابل. طبعا ما اتوقع الملحوظ ذا الشيء، لكن ابل تبي تسوي فرق بين الاحجام فهذه الحركه. بما انها تكلمنا عن الاوليد، فابل اذا حطت الاوليد في اشياء ممتازه، في اشياء ممتازه. لو تبحثون في الانترنت تشوفون اشخاص انه يشتكون من الاوليد شوي تجيبهم صداع في راسهم، انها الوانها شوي مزعجه للعين، فما ادري ايش اللي بيصير قدام. هل الاوليد جاهزة انها بتكون مثلا بروموشن في الايبادات الجديدة 120 هرتز؟ الى الان التقنية ما بجاهزة للاوليد، الشركات تقدر تسويها في الال سي دي 120 هرتز مثل الايباد موجود 120 هرتز، لكن في الاوليد صعب انك تسوي 120 هرتز في الاوليد. ما ادري اذا ابل بتسويها في الايفون ولا راح تسويها، احنا رايحين لها رايحين لها انها بتكون في الجوال 120 هرتز، لكن التقنية جاهزة الحين ولا ما بجاهزة؟ الحين يمكن تقدر تسويها على الال سي دي، بس الاوليد عندك شيء صعب زيادة انه مستحيل تصير في الاوليد، فهل بتصير قدام ولا ما تصير؟ ما ادري. مثل الريزر فون سوتها تقريبا توصلت 90 هرتز تقريبا، اكثر من 60 هرتز بالجوالات، بس برضو الريزر فون هو جهاز اندرويد، لكن يوم سوى الحركه انه وصل هاي هرتز يعني اعلى هرتز من الايفونات والجوالات الثانيه، لكن ما بولد ستيل ار سي دي، الشركه ما حطتها اولد ما بجهز الاولد انها تكون هرتز اعلى. فما ادري ايش اللي بيصير، ابل عندها شغل قدام. برضو اتوقع 2019 الحين بتنزل جوال جديده، فاوريدي كل واحد بيشتري لك كيس جديد، ابل بتزيد مبيعاتها برضو. و2020 ابل تسوي نفس الحركه، يمكن كاميرات نفس الشيء لكنها
ازحب كاميرا، نزل شيء، العب في الكاميرات شوي عشان ما يركبون الاغلفه حقينك في 2019 وتضطر تشتري اغلفه جديده. ابل تزيد مبيعاتها، لكن اكثر الناس برضو ما يشترون يعني اغلفه ابل، فالشركات الثانيه بتستفيد اللي تصنع اغلفه ثيرد بارتي ما راح تستفيد ابل كثير. ففي نهايه الفيديو اتركوا لي تحت تعليقاتكم، عندي سؤال قبل ما ينهي الفيديو، ودكم في الايفونات؟ هل تحب الايفون الصغير يعني هذا ال 10S او ال 10R المتوسط او 10S ماكس الكبير؟ والجوالات الجديدة حقتك راح تكون مثلا الماكس الكبير ولا لا؟ بالنسبة لي كنت استخدم البلس قبل، استخدمت الاس بلس والاس 6 بلس والسفن بلس، بس بعدين يوم شفت ابل خلاص شلت البلس وخلت الماكس فريحتني بكثير. انا ما احب الجوالات الكبيرة، احب الجوالات الصغيرة، لكن كنت اشتري البلس ليش؟ لان ابل كانت تحط ميزات اكثر في البلس من الصغير، مثل السفن بلس كان فيه كاميرتين، السفن كاميرا واحدة، البورتريه حق الكاميرا الخلفية ولا شيء ذا كلها، ابل كانت تحط ميزات في البلس وتشيل عنك في الاجهزة الصغيرة، فانا اضطر اشتري البلس مع اني ما ابي الكبير، ابي شيء صغير. اما السنه دي استانست فيها ان ابل نزلت الايفون 10S وال10S ماكس، نفس الجهاز نفس المواصفات بس الحجم كبير، فعلى طول شريت صغير. بالنسبه لي احب الجهاز الصغير افضل من الكبير، فان شاء الله تكمل هذه الحركه السنه الجايه، تنزل واحد صغير بالمواصفات القويه بكذا راح اشتري الصغير برضو. لكن اذا لا رجعت البلس وسوت الكبير في ميزات حصرتها فيها عن الصغير راح اشتري الكبير، فهذا امرنا لله. فاتركوا لي تحت التعليقات، السؤال صار طويل، اهم شيء ان فهمتوا السؤال، اتركوا لي تحت في التعليقات شو اللي تحبون انتم، الجهاز الكبير ولا الصغير وليش. وبرضه نتكلم عن الشحن السريع، رجعت اشاعه الحين مره ثانيه قويه ان ابل راح تحط الشحن السريع بالكيبل في العلبه، اتمنى ذلك، مع اني عندي شحن سريع حاطه في الصاله وحاطه في السياره، اما مرات النوم لا حاط شحن وايرلس عادي وكيبل عادي، هنا هنا كيبل عادي، بني ما احب الشحن السريع لان اجي انام ليش الشحن بسرعه، ما راح اصحى الا بعد 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، فعادي بالنسبه لي خلي على رواقه يشحن على راحته. الشحن السريع مهم بس بالنسبه لي يعني في اوقات خاصه له، حطوني تحت التعليقات تتمنون الشحن السريع يكون في العلبه ولا لا، اتوقع كلكم تقولون اي، لكن نجاوب بعضكم اذا قلت اي ليش، مع انه ما في جواب شيء طبيعي، لكن اذا قلت لا ليش، اللي بيقول لا يكتب لي تحت التعليقات ليش، وبس انتظروني في فيديوهات جايه وتسريبات جايه، والسلام عليكم.